السلام عليكم. يا سلام، حشيشة على باري. جو ريفيان فير اون اوتر فيديو كوم سا جوست دو باساج. جيتي اون تران دو لير ان بتي تيكست اون لونغ عرب، ان تيكست كي فيان دو سيت احمد ابو حسين. سي ان باليستينيان، je pense qu'il est décédé maintenant. Moi, je découvre tout ça en fait, et j'étais en train de lire les textes qu'il avait publiés et tout. Il a un texte que j'étais en train de lire, j'ai juste commencé à lire, j'ai dit attends, je vais l'enregistrer à lire, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu des textes en langue arabe. Je ne lis pas en arabe en fait, j'ai pas l'occasion en fait. Et donc voilà, même si à la base j'avais fait mes études en Arabie du Jazair, donc mes études de tombe blarbia jusqu'en terminale. Après, j'ai le français, mais blarbia, j'ai fini. Et puis la langue arabe, je l'adore. Surtout quand c'est dit comme ça par les Palestiniens, elle prend tout son sens. Bref, écoutez bien le texte hein, pour ceux qui comprennent la langue arabe. Et puis excusez-moi si je lis très mal, parce que je vous dis, c'est vraiment un exercice que je veux faire. Son article s'appelle El Kadib wal Intihaziya Baina Qawsain Qahbanat Siyasa li Ahmed Abu Hussein. Donc ça c'est le titre. Yabdou anna adwa al amrad al muzmina al fayrousiya wal sulukiya li siyasa al hizbiya al israiliya لها تأثيراتها وإسقاطاتها على خريطة الأحزاب العربية في إسرائيل، وهي بدون شك موضوع يستحق البحث من جانب الباحثين والمتابعين للشؤون العربية، وقد يتوصل هؤلاء إلى نتائج وحقائق لم ينتبهوا إليها من قبل حول ما فعلته إسرائيل بأصحاب البلد من تشويه أخلاق وهوية إلى درجة التأثير على قوى وفعاليات الناس بمن فيها الحركة الوطنية التي من المفروض أن تتحصن جيدا خوفا من أمراض الإسرائيلية كهوية كولونيالية. J'espère que vous me suivez. Donc vous comprenez ce qu'il dit. وقد يتفاجأ هؤلاء من مستوى الكذب والتملق. دونك وقد يتفاجأ هؤلاء من مستوى الكذب والتملق والفساد المستفحل في صفوف الناس، ولا أقصد بالطبع أن العرب لم يعرفوا الكذب من قبل ومن أيام مسيلمة بن حبيب الكذاب، بل بالعكس، هناك تراث غني وحال الكذب عند العرب حال إلى الجنس عندهم، باختلاف بسيط في القرون الأخيرة أن الكذب اشتد واحتدم، أما الأخير فقد ارتخى في زمن الخصيان وغياب الفحول العربية. لا أسوق هنا مجرد كلام إنشائي من قاموس القوميين العرب الكلاسيكيين لاستفزاز القارئ، هذا كلام قيل في المقاهي والصالونات، لأن الكذب إلى حد استهبال الآخرين لا يطاق في هذه الأيام. يكفينا الكذب العام الذي يلقي بظلاله على السياسة العامة، لذلك لا بد من ملاحظة تقال في هذا السياق، خاصة ونحن ذاهبون إلى الانتخابات. Ça correspond vraiment à toute la politique, même la politique en Algérie, tu vois, c'est des menteurs, tous des menteurs. Et là, il parle de l'muqawama, ça veut dire, je parle de l'opposition, ils ne sont pas courageux et c'est aussi des menteurs. Mais bon, lui, il le dit des partis politiques arabes en Israël. هذا يعني أن الكذب والنذالة ميزة الخائفين من الحاضر والمستقبل. والأنذال يخافون الشجعان والأحرار، والخائفون لا يصنعون الحرية، وهناك علاقة بين الشجاعة والصدق، والشجعان هم الذين يصنعون النصر وهم الصادقون. ولو صدق الناس في استطلاع حول الكذب على الله بين قوسين، ومدى صدقية خشوعهم أثناء
تأدية الطقوس الدينية لوجدنا كذبا من نوع آخر يتعدى الفضيلة، وهو كذب على النفوس، وهي ممارسة ذاتية لتحطيم هوية شخصية. وهناك من يمارس الفهلوة والحذلقة والكذب كجزء من ممارسة البحث عن بطاقة الدخول إلى الأسرلة بين قوسين، فلسطيني في الطريق إلى رام الله وإسرائيل في تل أبيب، وهو لا يختلف البتة عن ذلك الذي يعترف أنه يكذب على الله، ورغم ذلك مستمر بممارسة الطقوس. لا يفي une vraie critique des partis politiques arabes israéliens. وهناك من يمارس الفهلوة والحذلقة والكذب كجزء من ممارسة البحث عن بطاقة الدخول إلى الأسرلة. C'est l'Asrala, j'imagine que la société israélienne, style la Knesset et compagnie. Par exemple, Falastini fi tariq ila Ramallah wa Israili fi Tel Abib, wa huwa la yakhtalif al-bitta an dhalika alladhi ya'tarifu annahu yakdhib 'ala Allah wa ragham dhalika mustamir bi mumarasat at-tuqus. Al-kadhib al-Israili nitaj mujtama' استيطاني مارس عملية سطو، وله أيضا علاقة مباشرة بحداثة ونظام الكولونياليين. ولا نبالغ عندما نقول أن الكذب الإسرائيلي له نكهة خاصة، لدرجة أن فنون الكذب تدرس في المعاهد الأمنية كما تشير أدبيات المخابرات الإسرائيلية، لكي يستطيع الدارس إتقان الكذب ليصبح بعد الممارسة فنانا بالكذب. والسياسة الإسرائيلية مليئة بالكذب إلى حد القحبنة السياسية، مصطلح دارج في السياسة الإسرائيلية بين قوسين، وتحويل الكذب إلى حقيقة وواقع بين قوسين. انظر كذبة حزب كديما بعد غيبوبة شارون وتحويل الحزب إلى حقيقة، ومشاركة الإعلام والصحفيين في تحويلها إلى قوة هائلة، يغلق القوس، وبث الكذب وبث باسكو يا لاكسون باليسينيالا وبث الكذب لا يحتاج وبث الكذب لا يحتاج إلى أخلاقيين، بل إلى عديمي الأخلاق أو أشخاص أخلاقيين بأقواس أخلاقيين بأقواس وبدون أقواس تلقفوا أو وصلتهم الكذبة على أساس أنها حقيقة ويقومون بتسويقها. سي جينيال ستارتيك. الغاية تبرر الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، والكذب وسيلة الانتهازيين في السياسة، وتصبح فضيلة لأنها من أدوات عمله وتساعده في تحقيق المأرب والغايات. ولا يعني لهذا الانتهازي أو ذاك ما قد يحدث من أضرار وخلل، المهم النتائج في حالة تمرير الكذب. وكما ذكرت فإن إتقان الكذب بفن يحتاج إلى موهبة، لذلك ينفضح في أغلب الأحيان بعض الانتهازيين لعدم إتقانهم الكذب ليتبين لنا سريعا أنهم يكذبون ولا ينطلي كلامهم على أحد. ثمة علاقة وطيدة بين الكذب والانتهازية، وبين الكذب من نوع خاص والأسرلة إنكار هويتك لصالح هوية كولونيالية. وما شاهدناه في الشهر الأخير من تحذيرات وتحركات الأحزاب العربية للانتخابات الإسرائيلية ليس له دخل في العلاقة المباشرة بين الأخلاق والسياسة، كما كتب أحد الأصدقاء، إنما له علاقة مباشرة بين الكذب والانتهازية في السياسة المحلية، بالأساس التي يتعدى مستواها ما يحدث من حراك في قرية عربية تجري فيها الانتخابات المحلية لأول مرة.
أمام هذا الكم الهائل من الكذب لا بد للحركة الوطنية أن ترفع شعارها بين قوسين: أخي لا تكذب على نفسك. ملاحظات حول الكذب على الذات، نقطتين: تخيل عزيزي القارئ النبيه مناضلا شرسا يكتب قصيدة تطالب بمقاطعة البضاعة الإسرائيلية أثناء سفرة في باص لشركة إيجد إيجد أيغد شي با كيل سوسيتي لشركة إيجد، سا سي لا مارك دو لا فواتور، إيجد الإسرائيلية، ويقرأها لصديقه عبر نقال السيليكوم. الكذب على الذات. تخيل أيضا نائبا عربيا يكذب ويعرف أنه يكذب، ويعرف أيضا أن الناس تعرف أنه يكذب. وأخيرا كذبة مسيلمة بإعادة النبوة حولته إلى الكذاب الخالد. Voilà, donc ça c'est une petite lecture de Ahmed Abou Hsein. Il a dû écrire ça dans les années 2006-2007 et tout. Je pense qu'il est décédé en 2007. Voilà, et il parle du mensonge et des opportunistes en politique et des menteurs en fait. Et il a tellement raison, ça s'applique partout et ça s'applique aussi et surtout chez nous. Voilà, salam alaikum, à plus tard. C'était un exercice, madakouch bzef.